هذا وأشاد فضيلة الشيخ القطان بتوجيهات السديدة لجلالة الملك المفدى بتوفير اللقاح الآمن والمناسب مجانا، مثنيا على جهود الفريق الوطني الطبي بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وجهودهم المشهودة في مكافحة الجائحة. ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه، توجيهه إلى توفير اللقاح الآمن المناسب مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين على أرض مملكتنا الغالية البحرين، ولحرصه الكبير على صحة وسلامة الجميع، فجزاه الله خير الجزاء وبارك في جهوده وفي صحته وأهله وأولاده. والشكر والتقدير أيضاً موصول للفريق الوطني البحريني بقيادة سمو ولي العهد سلمان بن حمد حفظه الله من مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها، وما يقدمونه من كفاءة وجاهزية عالية ومسؤولية وطنية مشهودة ومعان سامية للمواطنة الصالحة والمخلصة والتضحيات الجليلة في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والحملات التوعوية والإرشادية لحماية الوطن والمواطن والمقيم.